طبعا احنا من الاحزاب الاولى اللي تحاورنا معها من بعد ما تيسرش في الاول المقاومه الاغلبيه ديالنا الاصليه حزب الاستقلال. حزب الاستقلال تعاطينا معه العهود والمواثيق وجاءت مطالب باخراجه من الاغلبيه ولم نرى وجه للاستجابه لها. كيف وقع؟ وكنا في وضع مريح مع الاسف الشديد وقع ذلك الذي تعلمون الذي نقل القضيه من مطالب للدخل على حزب الاستقلال من حزب الى اشكاليه والتي المصالح العليا ديال الوطن في فتره حرجه مهدده. بعد لو كنت يتحمل مسؤوليته طريقه مؤسفه مؤلمه تحمل مسؤوليته واتخذ قرار صعب. حزب الاستقلال مشكورا كان في المستوى ديال اللحظه التاريخيه عقد مجلس الوطني واتخذ قرارات وخرج بلاغ رفيع المستوى. كيصح فيه التداعيات كلها التي خالطت الموضوع تصححها وتعبر على الرغبه ديالو باش يساند الحكومه ويساند العداله. طبعا ما يمكن لنا الا نرحبوا بالمسانده ديال الاخوان ديالنا السكان. ونشكرهم عليها ونهنيهم عليها ونقول لهم تبارك الله عليكم كنتم في مستوى اللحظه التاريخيه لأنه السياسة الإخوان هي النظافة والسكان والنقل والتعليم والصحة، ولكن كذلك هي أن الشعوب تبقى تشوف السياسيين ديالها بالاحترام أنهم ماشي مجرد مناورين يلوكون الكلام ويبررون الأوضاع و يعني يلهثون وراء المصالح. راه الناس كيفهموا كيعرفوا وخليهم تجي ويشوفوا الناس ويثقوا فيك ومن بعد تذكر تدخل في الهضره ويشوفوا باللي كل مره كتاخذ قرار الا وكتكون النتيجه ديالو ديال المصالح ديالك انت ماشي ديالهم هما. ولو كانت عندك القدره باش تزوق داك الشيء وتنمقوا الى اخره في الاخر كيعرفوا بلي انت حرفي من حرفي الكلام ويعرضون عنك ملي كيلقاوك تتكذب ملي كيلقاوك تدخل ملي كيلقاوك اخوان ديال الاستقلال اليوم هذا الموقف كيردوا السياسه كيساهموا باش ترجع السياسه الروح ديالها والمواطنين رجعوا للاقبال عليهم ورجعوا لشراء الجريده ديالهم ورجعوا لقراءتها. وكنشموا حنا هذا الشيء في الساحه انه رجعوا للمسانده ديالهم من بعد مرحله كل شيء كيعرف. مع الاسف احنا مضطرين نتخذوا قرار والاخوان تفهموها. وانا باقي عاد انا قلت لهم وغادي نعاود نستقبل واحد الوفد منهم باش نعاود نشرحو ونذكرو كيفاش يمكن تكون العلاقات في المستقبل. لان اهم شيء راه ماشي حنا رحنا كلانا احزاب تنطلق من المرجعيه بزاف كلانا احزاب ملكيه حتى النخاع كلانا
نريد الإصلاح لما فيه مصلحة الشعب. نتنفسوا هذا الشيء زيادة. ومصلحة الشعب هي مصلحة الدولة. مصلحة الشعب هي مصلحة الفقراء وهي مصلحة الأغنياء. مصلحة الشعب هي مصلحة الموظفين وهي مصلحة رجال الأعمال وهي مصلحة الحرفيين وهي مصلحة الفلاحين. المصلحة هي الحق، المصلحة هي العدل، المصلحة هي الإنصاف. ماشي أي إجراء اللي كتكون النتيجة ديالو إحداث عدم التوازن، لا في توزيع الثروة، لا في العناية بالمواطن، لا في أي شيء.